عندي فيجن وعندي، انا مش بعمل اغاني كده وخلاص، انا عندي فكر معين، معايا تيم وكلهم صحابي، وعايز احط انبوت جديد في السوق يعني. وانا اصلا شغال في الادفرتايزنج، انا بكتب اعلانات وكرييتيف في الاعلانات. فبتحب طول الوقت تكريت زي ما بيقولوا، تبدع في حاجات. الايه يا استاذه ياسمين؟ بتحب طول الوقت تبقى كرييتيف، تكريت طول الوقت. انا مش بحب ده، هو انا ده. انت يعني ده أنا... اوكي انت بتعمل ده. انا بعمله مختلف، انا دي طبيعتي، انا مش بفكر ايه ده النهارده انا عايز اعمل حاجه مختلفه. انا حاسس ان انا مختلف، قصدي ده حاجه حلوه يعني او حاجه وحشه، بس حاسس ان انا مختلف مش اكتر يعني. لا انت مختلف بالاغنيه اللي شفناها من امبارح، مختلف. ولكن يعني كنت حابه اسال البنات كده، حابوا يسالوا برضو، انت ما عندكش موقف تجاه المراه عشان تجيب باربي وتقول مش عايز اي مودلز موجودين، انت عادي عايز بس الموضوع يكون مختلف؟ بالظبط، اللي معلش موقف طبعا يعني، ما فيش حد عنده موقف ضد المراه، ما تديناش في داهيه. بحب اجيب لك كل الاراء، عارف يعني اللي هو ليه ما جابش بنت في الكليب، عنده موقف من البنات ولا ايه، متضايق منهم، بيهمش المراه، عارف ممكن فجاه تلاقي الموضوع كبر كده. لا لا انا عارف ان ممكن الراي العام يتجه لو الاغنيه طلعت اكتر من كده شويه. على فكره الاغنيه رقم 34 على العالم يعني، هي اوريدي ترند على في مصر، في مصر وعلى العالم كمان. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عشان برضو اجاوب على السؤال المدمر اللي انت سالتهولي. لا انا ما عنديش موقف طبعا ضد البنات خالص، بالعكس، بس عندي رؤيه مختلفه في الميوزك فيديوز، فاهم قصدي؟ لان استسهال قوي ان انا بحب واحده فخلاص هجيبها وهفضل اغني لها. طب ليه النهارده ما غنيش لباربي مثلا؟ طب بعد باربي ممكن تغني لايه؟ قول لي افتكاسه كده، ممكن تغني لمين مثلا؟ لايه؟ انت قصدك يعني في الميوزك فيديو اللي جاي؟ انت اللي جاي مثلا. والله انا كنت قاعد مع المخرج امبارح فعلا، انا ما عنديش رد. طب انا اقول لك على حاجه، انا كنت منزل اغنيه اسمها مزمزال، الاغنيه دي بغني فيها لماني كان. لماني كان، يعني جماد. ممكن نشوف بقى مثلا تغني الشجرة، تغني الجماد، لأي حاجة. يعني يعني ممكن لو لقيت جزمة هغني لها. بس ما عنديش موقف برضه، عشان عيد تاني وتالت بما انك انت قلتي السؤال ده. ايوه طبعا. ما عنديش موقف خالص، انا يعني تمام، مفيش أي مشاكل خالص. ممكن الأيام اللي جاية أعمل حاجة فيها بنات عادي جدا، مفيش أي مشاكل يعني. حسب ما دماغك توديك للمكان اللي انت عايزه. طب قولي ايه موضوع ان انت مايكل جاكسون الجديد؟ ايه التواضع ده؟ هو انا متواضع والله، يمكن لو تعرفيني على مقربة هتلاقيني متواضع، بس انا عندي ايمان غير طبيعي ان انا هبقى شخص مهم في المزيكا في مصر. عندي اقتناع بده، قناعة بده، وانا بقدم محتوى جديد في المزيكا يعني. انا ما بغنيش بس، انا بعمل فيلينجز، انا بغني بطريقه جديده، مش طريقه جديده وورلد وايد، هي طريقه جديده في مصر. صح. والطريقه دي برضو عشان الناس تبقى فاهمه، ار ام بي، انا بغني زي جاستن بيبر ما بيغني مثلا، بس انا مصري.